أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في نشرة أخبار المغرب، وهذا هو عنوانها. الحكومة تتعهد بمواصلة دعم الغاز والدقيق. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم من الفيديو وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية. والآن إلى التفاصيل. قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزير قجاع إن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية خلال 2023 من خلال ضخ 26 مليار درهم في هذا المشروع مع احتساب الاعتمادات المخصصة لسنة 2023 بشكل سليم ودقيق، وذلك بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان. وأضاف القجاع خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023 اليوم الخميس بمجلس النواب أن التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط الأسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2%. واعتبر المسؤول الحكومي أن المشروع واقعي لأنه اعتمد على فرضية 800 دولار للغاز استنادا إلى توقعات المؤسسة المختصة والتي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية في هذه المادة مع دخول الحظر الأوروبي للمنتجات الروسية حيز التطبيق نهاية 2022 واحتمال استمرار انخفاض صادرات منظمة أوبك من الغاز.